يقول السائل: وجدت مع أحد الطائفين تميمة فأقنعته بإعطائها لي، لكن لا أعلم ماذا أفعل بها. أتلفها، أتلفها، لأنه لا يجوز تعليق التمائم، والتمائم هي الحروز، الحروز التي يلبسونها لتقيهم من العين أو من المرض أو تشفيهم من المرض أو تمنع عنهم المرض، لأن هذا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. فأنت أحسنت في نصيحتك له وإقناعك له بأن يتركها، فأنت أتلف هذه التميمة. نعم.